دلوقتي في قاعة التراث السيناوي، والقاعة دي بتتكون من جزء يخص الزينة للمرأة البدوية، وجزء للعبايات والبرائع والأدوات الجمال والأدوات المستخدمة عموما في الحياة في سيناء. هنا بنلاقي بالنسبة لأدوات الجمال موجود اللي هو الخرج وزينة الجمل والرسن وكل ما يخص الحياة البدوية بالنسبة للجمال، لأن البدوي اهتم بالجمل من ناحية الزينة، ولأنه كان رفيقه في الفرح وفي المعارك وفي كل شيء، فاهتم به اهتمام خاص. ولو بصينا للمرأة بنلاقي المرأة لها خصوصية خاصة في الحياة البدوية، وهي لها قوانينها اللي بتحميها، ولها شخصيتها اللي هي ممكن بتملك، وما فيش فرق بينها وبين الراجل، بل هي بتقوم بكل مناحي الحياة. بنلاقي بالنسبة بقى للزينة استعملت كل ما هو متاح في البيئة اللي هي عايشة فيها. بنلاقي استعملت الأحجار، استعملت المعادن، النسيج، تصميم الملابس هي اللي بتقوم بيها من وقت ما بتبقى سن 12 13 سنة، الجلابية بتاع الزواج، وبتبقى محتفظة بيها. وطبعا كل قبيلة لها نقشة ولها لون ولها تختلف من قبيلة لأخرى. بالنسبة للبرائع برضو كمثل، بنلاقي البرقع اللي بيختلف من برقع السواركة للأخرصة للطرابين، كل قبيلة لها برقع خاص بيها يميزها، لأن المرأة زي ما احنا قلنا لها خصوصية، وهي ماشية في الصحراء بتبقى معروفة من بعد، ممنوع الاقتراب منها، مش أقل من 40 متر يكون بعد الراجل عن المرأة وهي ماشية في الصحراء، لأن طبعا احنا قلنا لها حرمة، لأن دي مناطق مفتوحة ولازم يبقى لها حماية خاصة تحميها. وقوانين طبعا، القوانين العرفية معروفة والقضاء البدوي معروف. وبالنسبة بقى للأدوات برضو، القاعة فيها بعض الأدوات المستعملة زي البطية والعنابة، الحاجات الاستعمالات اليومية، لأن كانوا بيستعملوها من خشب، وفي بعض الأوقات استعملوا من معادن. طبعا بتختلف برضو من طبيعة الطبيعة الساحلية عن الطبيعة الجبلية. في الجبل استعملوا الخشب عشان خاطر لما يقع ما يتكسرش، في الساحل طبيعة بالرعي والصيد يعني كل منطقة تعتبر إقليم مميز عن التاني، عن الإقليم الآخر، وممنوع الدخول فيه إلا بموافقة القبيلة المجاورة، وفي أحلاف وفي يعني علاقات مستمرة عشان يقدروا يعيشوا في الجو أو في البيئة اللي هم موجودين فيها. بص هنا اسمه من معترع، نفس الاسم ده في خرطوشين فوقي، وهو مد ايده كده فوق ايده في خرطوشين، ماشي الخرطوش.
المتحف ده بني على مساحة 16,000 متر مربع. مساحة المتحف نفسه مبنى المتحف 2500 متر مربع. المتحف موجود في منطقة العريش بشمال سيناء. أي متحف بيتعمل حديث دلوقتي بيبقى ليه سيناريو خاص. سيناريو متحف العريش اعتمد على الطرق اللي موجودة في سيناء، سواء طريق حورس الحربي أو طريق العائلة المقدسة أو طريق الحج الأوسط اللي كان موجود في سيناء. يقسم المتحف إلى مجموعة من القاعات. القاعات الأولى عبارة عن قاعات خاصة بالعصر الفرعوني، وأهم القطع الموجودة فيه مجموعة من التماثيل اللي بتمثل الملوك اللي عبروا سيناء على طريق حورس الحربي. بعد كده مجموعة من الآثار اللي اكتشفت في سيناء واللي اكتشفت في الحصون أو القلاع اللي كانت موجودة على طريق حورس. بعد كده بننتقل من قاعة إلى قاعة أخرى من خلال بوابة، باعتبار أن سيناء تعتبر بوابة مصر الشرقية، برضو صمم المتحف على نظام البوابات. فبنعبر من القاعة الفرعوني لقاعة العصر اليوناني الروماني، برضو مجموعة من القطع الأثرية اللي وجدت في سيناء أو عصر عليها في سيناء. بعد كده بننتقل من العصر اليوناني الروماني للعصر القبطي. من أهم القطع الأثرية اللي موجودة في العصر القبطي أيقونة بتمثل هروب العائلة المقدسة من الاضطهاد الروماني في بيت لحم إلى مصر، ووصل بهذا الهروب إلى دير المحرق في أسيوط. بعد كده بننتقل إلى العصر الإسلامي. من أهم القطع برضو الأثرية اللي موجودة في العصر الإسلامي قطع بتمثل كسوة الكعبة اللي عرضت على أو كسوا بها الكعبة في العصور السابقة، ومجموعة من المشكوات بتمثل بعض المماليك اللي عبروا سيناء برضو للدفاع عن مصر. بعد كده بنلاقي قاعة الفخار، لأن باعتبار أن سيناء كانت منطقة مرور، منطقة مرور سواء القوافل الحربية أو القوافل التجارية، فسيناء دي تعتبر منطقة عبور، فكانوا بيستخدموا الفخار في تنقلاتهم لتموين للتخزين المواد الغذائية والمؤن، وكذلك كانوا بيستخدمونها في القلاع في الحصون. عشان كده عملنا قاعة خاصة بالفخار. بعد كده بننتقل لقاعة أخرى، قاعة العملة، ودي لتدعيم العرض المتحفي، فيها مجموعة من العملات على مر العصور حتى مصر العصر الحديث لغاية السلطان حسين كامل. بعد كده بننتقل من قاعة العملة لقاعة التراث السيناوي، وقاعة التراث السيناوي دي فيها مجموعة الخاصة بالتراث السيناوي اللي موجود في سيناء على مر العصور الحديثة دلوقتي. Thank you.
فنان.